أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الإقبال على الاستثمار في التعليم بمملكة البحرين يعد نموذجا فريدا ومتميزا للشراكة الناجحة والقائمة بين القطاعين العام والخاص بغرض توفير فرص تعليمية متنوعة تستند إلى معايير الجودة والابتكار والاستدامة. وأكد معاليه أن ذلك يعد تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة وإلى جانب سياستها المشجعة على تعزيز العملية التعليمية فأنها ماضية في منح القطاع الخاص التسهيلات اللازمة لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لتوفير خيار إضافي أمام أولياء الأمور وأبنائهم الطلبة بما يلبي احتياجاتهم. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بافتتاح مدرسة عبد الرحمن كانو ديار ومدرسة نادين ديلمونيا والكائنتين بمحافظة المحرق. ونوه معالي الشيخ خالد بن عبد الله بهذه المناسبة بما تطلع به مؤسسات التعليم الخاص من دور مهم يسهم إيجابا في رفع مستويات التنمية البشرية التي تشهدها المملكة، كما أثنى معاليه على جهود وزارة التربية والتعليم في التعاون مع المستثمرين وتقديم ما يلزمهم من تسهيلات مما ساهم في ازدياد عدد المؤسسات التعليمية الخاصة التي تمت الموافقة على إنشائها بعد التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، والتي تحتضن اليوم آلاف الطلاب والطالبات من مختلف مراحل الدراسة. ولدى افتتاحه مدرسة عبد الرحمن كانو ديار تفضل معاليه بإزاحة ستار عن اللوحة التذكارية إذانا بالافتتاح الرسمي للمدرسة، ثم ألقى السيد طارق عبد اللطيف كانو رئيس مجلس إدارة المدرسة كلمة قدم فيها شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه للمدرسة، مؤكدا الحرص على إكمال رؤية المؤسس الراحل عبد الرحمن بن جاسم كانو رحمه الله من خلال الالتزام بأعلى المعايير المهنية التعليمية والاحترافية لتخريج أفواج من الطلبة المتمكنين من المعارف والمهارات ذات المستوى العالي. بعدها تفضل معاليه بافتتاح مدرسة نادين ديلمونيا حيث أزاح الستارة عن اللوحة التذكارية إذانا بالافتتاح الرسمي للمدرسة، ثم ألقت السيدة شاني بوري المديرة المالكة ورئيسة مجلس إدارة المدرسة كلمة عبرت فيها عن سعادتها وإدارة المدرسة وهيئتها التعليمية والإدارية بزيارة معاليه، مشيرة إلى أن هذه المدرسة وهي الأولى في جزيرة ديلمونيا ستعمل على ضم أفضل الكوادر التعليمية وتدريس مناهج تعليمية متميزة وتنفيذ أنشطة قادرة على تكوين جيل واع من المتعلمين المساهمين في نهضة المجتمع،
من جانبه أعرب سعادة وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بتفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المدرستين من منطلق ما توليه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بالتعليم باعتباره الركن الأساسي للتنمية، مؤكدا استمرار وزارة التربية والتعليم في دعم المشاريع التعليمية في القطاع الخاص تنفيذا للأهداف الحكومية.